وبس هو يجلو ما يدخلش في واحد الحاله ديال الاشكال اللي عندنا. بالمناسبه نطبق الجميع على ان احنا عملنا الترتيبات الامنيه ديالنا البارح مشينا عند الرئيس ديال الوقايه المدنيه انا والسيد الرئيس وعرضنا له النشاط اللي غادي نعملو وقلنا له راه عندنا مرضى خصنا لامبيونس تكون في الباب وهذه غادي نترافعوا عليها في المستقبل الارواح ديالكم بالنسبه لي راه شي حاجه ما نتساهلوش فيها. فاحنا عملنا الترتيبات الامنيه ديالنا وعطاونا وعد لان عندهم اكراهات على الامبيونس خارجه قال لك بدي الا كانت شي حاله استعجاليه هاد التليفون نجي في الحال. فيما يخص المساله ديال هما عندهم نقص هما كالوقايه المدنيه نحن كهلال احمر اللي تابع للصليب الدولي العالمي عندنا نقص في التدخل في الحالات بحال هادشي هكا. المعلومات اللي كيعطونا كيقول لك اودي خلي المصاب يتشنج على خاطرو فهمتي ملي سالي هذاك دخل باش نعمل الوضعيه الوقائيه الجاي. انا كنت ممكن نعمل الوضعيه لانهم خصهم يعرفوها. بالمناسبه اجوا عن احنا راه الاشاره ممكن الهلال الاحمر غادي يفتح الباب بالخصوص هذه الجمعيات باش نعطيو تكوينات التدخل ديال الاسر وخصوصا ديال الاسر واهل ما خادية تكون عنده تقنيات ومهارات ديال التدخل باش نقدروا الحياه اللي ممكن يسرق لسانو ممكن السوائل ديال اللي هذاك الدوز هذاك ويتخلع. فالجمعيه راه الاشاره لكم باش تدخلوا في التكوينات الميدانيه. شكرا.